لذة في القلب. عارفين الإيمان، لذة الإيمان يجدها في جوفي، نص الحديث يعني تحس بيها في جوفك وفي بقك وفي صدرك. لو ادوكي ملايين الدنيا علشان تستغني عن لذة القرب مع الله، ولا الأنس بالله، ولا الحديث مع الله، أبدا أبدا. أنا بدعوكم أنك تجربوا اللذة دي، واللي ملهاش حل مع الله سبحانه وتعالى، اللي ملهاش تعمل لها، اللي ما بتقعدش مع ربنا وتتكلم خسران، فايتها كتير، فايتك كتير قوي قوي لو ملكيش حال مع الله. يعني يا سارة ليكي وقت مع ربنا وبتقولي فيه يا فاطمة يا إيمان يا حبيبة ليكي، لا بدعي بس يعني، لا